السبع الكبرى بفرنسا فإلى هناك الحاضرين على هذه القمة وعلى الأعمال التي قمنا بإنتاجها وعلى الأعمال التي اتفقنا عليها خلال اليومين الماضيين. لقد بذلنا جهودا كبيرة خلال هذه القمة من أجل نجاحها، خاصة نحن نريد أن نرسل رسالة إيجابية عند انتهاء هذه القمة إلى العالم أجمع. لقد تفاوضنا على العديد من النقاط المشتركة بيننا، وسوف أوزع عليكم خلال الساعات القادمة هذه الورقة أو هذا البيان عن ما تم إنجازه على هامش هذه القمة. السيد ترامب، وكذلك أشكره شكرا جزيلا على مشاركته واهتمامه بهذه القمة، وكذلك أشكر السيدة المستشارة الألمانية ميركل. هناك العديد من النقاط قد نجحنا في إيجاد حلول لها وفي إيجاد اتفاقيات لها، على الرغم من الاختلاف وعلى الرغم من التفاصيل الكثيرة العالقة. العام القادم الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستضيف قمة الدول السبع بإذن الله العام القادم. إنني أريد أن أقول لكم خلال اليومين الماضيين لقد أنجزنا الكثير من الأعمال والعديد من النقاط المشتركة بيننا، خاصة مع الرئيس ترامب. وإنني أأمل أن نرى النتائج قريبا جدا وديناميكية إيجابية وآلية مشتركة بيننا. لقد تعهدنا على الكثير من النقاط المنتجة والناجحة والغنية كذلك، وهناك آلية حقيقية بيننا سوف تعمل على تقديم وعلى تقدم العديد من الملفات العالقة بين الدول. وأنني أأمل أيضا على إيجاد حلول كثيرة لبعض المشكلات وبعض التحديات التي تواجه الدول المشاركة. علينا احترام جميع الاختلافات التي طرحناها بيننا، فنحن نتعلم من هذه الاختلافات. إن استقرار المنطقة يعد من أهم الإنجازات التي يجمع والتي نتفق عليها وهي المظلة التي تجمع الجميع تحتها. نعمل دائما على تحسين الأمن الإقليمي في المنطقة، وخلال هذا التنسيق بيننا وزير الخارجية الإيراني قام أيضا معنا برسم طريق هام من أجل وضع العديد من النقاط التكنيكية والفنية من أجل إيجاد حلول لبعض المشاكل الأمنية في المنطقة. نحن نحترم الاختلافات السياسية بيننا، وما أريد أن أقوله للرئيس خلال اتصال هاتفي اقتناعي التام واهتمامي كذلك على توحيد الأهداف بيننا، وإنني أأمل خلال الأسابيع القادمة أن نجد قاعدة للتفاهم وأن ننجح جميعا على إيجاد اتفاقية موحدة بين ترامب والرئيس الإيراني
فنحن جميعا شركاء النجاح وشركاء إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا التبادل وهذه الاتفاقية سوف تكون هامة جدا، فهي رسالة لإيجاد الأمن في المنطقة. أشكر شكرا جزيلا جميع الرؤساء وجميع الوزراء الذين شاركوا في إيجاد حل لهذه المسألة العالقة بين الولايات المتحدة وبين إيران. أشكرهم شكرا جزيلا على توقيف أي تصعيد بينهم. وأشكر شكرا جزيلا للسيد ترامب على هذه المناقشات منذ مساء السبت الماضي وحتى اليوم، حتى استطعنا أن نجد حل وحتى استطعنا أن نجد اتفاق من أجل إحلال الأمن في المنطقة. الموضوع النووي موضوع كبير وموضوع شائك، لذلك علينا تناوله بدقة وتناوله بحذر، وعلينا كذلك أن نتخطى جميع العقبات التي تقف أمام هذه القضية من أجل إحلال الأمن في المنطقة ومن أجل إحلال الأمن في الأمن الإقليمي في المنطقة. لدينا قواعد دولية ولدينا نقاط مشتركة بين الدول، فإن منظمة التجارة العالمية هذه تجارة، هذه منظمة متعاونة وفعالة وتستطيع أن كذلك أن تتغلب على العديد من العقبات التي تعوقها من أجل إيجاد حلول وإيجاد من أجل إيجاد مناقشات واتفاقيات كذلك موحدة لمصلحة القارة ولمصلحة دول العالم أجمع. نحن نتعاون ونعمل على توطيد العلاقات من أجل إيجاد حلول ومن أجل إيجاد إصلاحات ومن أجل إحلال السلام والعدل والعدالة في المنطقة وفي العالم أجمع. نعمل على حماية الدول والقارات من أي تهديد خارجي، ولذلك علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية كاملة وأن نبذل جهود أكبر. قد قمنا بشرحها خلال اليومين الماضيين، هو من أجل تقدم ونجاح هذه القمة. لقد تعاون الجميع. إن الوضع كان غير لائق، كان هناك مؤشرات تعمل على تهديد المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي، ولكن نحن استطعنا أن نجد حلول واستطعنا الوصول إلى نقاط مشتركة بيننا، وهي الرغبة الموحدة التي تجمع بين جميع الدول هي إيجاد حلول أمنية وهي الأمن والاستقرار. بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية يعدنا من أكبر الدول ومن أهم، وكذلك ألمانيا من أهم الدول في العالم أجمع، وعليهم كذلك تبني جميع القضايا وعليهم إيجاد حلول. نحن نعمل على نجاح العديد من الموضوعات والعديد من المسائل. هناك اتفاقيات سوف تعقد خلال عام 2020 من أجل الدعم، من أجل الدعم الاقتصادي ومن أجل التطور الصناعي ومن أجل الاستقرار السياسي. لقد عملنا عملا ثنائي بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حلول دولية مشروعة ومن أجل إحلال الأمن العالمي، وهذا ما نريد أن نفعله. ما تفعله الدول الأخرى أيضا، هم يعملون على بذل الكثير من المجهود وعلى تحمل المسؤولية. علينا أن نجد اتفاقيات مشتركة بيننا، وعلينا أن نتغلب على النقاط السلبية وعلى الآثار السلبية.
التي يمكن أن تواجه أي دولة بيننا. ليبيا، سوريا، لقد تناولنا أيضا الموضوعات والقضايا فيما تتعلق بهاتين الدولتين، والعراق كذلك، ولقد تناولنا المسألة الأمازونية، والتزمنا كذلك على تقديم الدعم وتقديم المساندة من أجل حل المسألة الأمازونية، لأنها مسألة مناخية تهم العالم أجمع. هناك العديد من المشاورات التي أجريناها مع رؤساء الدول والحكومات، وكذلك مع السادة الوزراء والرؤساء، مع أنني لا أريد أن أسرد جميع التفاصيل حتى لا أطيل عليكم، ولكن لقد عملنا بود وإخلاص خلال اليومين الماضيين. أشكر جميع زملائي وأشكر جميع السادة الرؤساء على تخطي جميع النقاط والاختلافات بيننا. سوف نستكمل عملنا خلال الأسابيع القادمة بكل قوة وكل عزيمة وكل إرادة، من أجل أيضا إنجاز العديد من الأعمال ومن أجل نجاح العديد من الملفات التي قمنا بمناقشتها خلال اليومين الماضيين. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس ترامب على كل ما فعلته وعلى كل جهد بذلتموه خلال اليومين الماضيين. أشكرك شكرا جزيلا. أشكرك سيدتي السيدة الأولى، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك في فرنسا على هامش أعمال هذه القمة، وسوف تستضيفون العام القادم بإذن الله قمة السبع، وسوف تكون قمة ناجحة بفضل جهودكم. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس. Well, I want to thank you very much, and I think more importantly than anything, I wanted to come up here to say that because the job that President Macron and your wife, by the way, who is a great lady, Bridget. بالطبع بالطبع أود أن أوجه لكم بشكر ما قمتم به أنتم والسيدة الفاضلة حرمكم، وبالمناسبة سيدة عظيمة للغاية. بالطبع بالطبع شكرا لك سيدتي سيدة فرنسا الأولى لما قمت به معنا منذ قدومنا. بالطبع إن مجموعة إن اجتماع مجموعة السبع الدول الصناعية الكبرى قد أظهر ترابطا قويا للغاية. بالطبع لقد ساعدنا جدا، ونود أن نبقى أكثر مما نحن عليه لساعات أخرى. بالطبع لقد قمتم لقد أبليتم سيد الرئيس سيدة الرئيس الفرنسية أبليتم بلاء حسنا. شكرا لك سيد الرئيس، لقد أبليتم بلاء حسنا وقمتم بواجبكم خير قيام. أود أن أقول فقط أننا نأخذ سؤالين نجيب عن كل منا يجيب عن سؤالين. من فضلك تفضل سيد الرئيس الأمريكي أولا. هل تفضلون هذا أن يأخذ كل منا سؤالين أم ماذا تفضلون حضراتكم؟ بالطبع أننا أتوقع منكم أسئلة رائعة. نتوقع أسئلة سؤالين عن عما دار في مجموعة السبع الصناعية الكبرى. من فضلكم تفضل. سيد الرئيس ماكرون كان موضوع الصين لم يكن على جدول أعمال المؤتمر، ولكننا لاحظنا في الآونة الأخيرة أن هناك حربا تجارية قد اشتعلت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، فما هو موقفكم؟ هل توافقون على الممارسات الصينية ما تقوم به الصين حاليا والموقف الصيني حاليا أم ماذا؟
ناقشنا خلال الدورة الماضية. هناك مسألتين. المناقشات بين الولايات المتحدة والصين تخلق بعض عدم التأكيدات. وهناك العديد من المفاوضات بينهما والمناقشات كذلك. هناك العديد من الاختلافات، ولكن المسألة الآن هي لماذا نشير إلى هذه النقطة مرة أخرى. السيد ترامب استطاع بقدر إمكانه على إيجاد حلول وإيجاد اتفاقيات، وهي رسالة إيجابية، رسالة إيجابية تعمل على تشجيع الطرف الآخر، الولايات المتحدة و الصين. العلاقة بينهما علاقة اقتصادية، وكذلك هم على الخريطة السياسية والاقتصادية لديهم وضع هام جدا. ولذلك فيها من هذا المنطلق وفي هذا المحتوى قمنا بالعديد من المناقشات بينهم. ولذلك استطاعوا إيجاد اتفاقيات قاموا بالتوقيع عليها، وهناك بعض التبادلات التجارية التي سوف تتم بينهما. هذه الممارسات الاقتصادية سوف تلقى نجاحا كبيرا خلال الآونة القادمة، فقد أصبحت أكثر إيجابية وكذلك أكثر وكذلك الاستراتيجية في السوق التجارية والعديد من التبادلات التجارية بينهم. الاقتصاد الصيني اقتصاد كبير جدا وجميع يعلم ذلك جيدا، وكذلك كندا واليابان. علينا احترام الملكية الفكرية، وعلينا أيضا أن نتخطي جميع التجاوزات. علينا احترام السوق الدولية، وكذلك تحديد الموقف بدقة. وما قامت به التجارة العالمية خلال الآونة القادمة أثبتت أن النجاح يستحق جهود كبيرة من قبل الدولتين. سوف نقوم بتغيير بعض قواعد السوق الدولية من أجل مساعدة كلا الأطراف من الوصول إلى أهدافه ومن تعزيز موقفه الاقتصادي. وعلى الجميع تقبل الأوضاع الجديدة. هناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية، هناك العديد من الشراكات بيننا والعديد من التبادلات بين جميع الدول. هذه الممارسات وهذه الاتفاقيات الإيجابية، هذا بالطبع هو الدور السوق الدولي الذي سوف يلعبه خلال الآونة القادمة. President Trump, are you satisfied with how far the proposed WTO reforms will go? No, I'm not. But the need for that. رئيس ترامب، سيد رئيس ترامب، إلى أي مدى أنتم راضون عن الاقتراحات التي تقدمت بها منظمة التجارة العالمية لإصلاح النظام التجاري العالمي؟ هل لقد أخبرت بعض المصادر الصينية أن بالطبع لقد أخبرت بعض أنني أسرد فيما أقول إلى ما قالته لي بعض المصادر الصينية، إذ قالت إن الجانب الصيني لا يعتزم العودة إلى ما كان عليه ما وقفه قبل الدخول في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لقد رأيت مؤشرا، لقد استمعت إلى الأخبار العاجلة وشاهدت الأخبار العاجلة التي تنبهت إليها على شاشة التلفزيون في وقت متأخر من ليلة أمس، وأن الصينيين لا يودون العودة إلى ما كان عليه موقفهم في قبل المفاوضات. ولكن
ولكن إن الصين تنتهك القواعد وتنتهك الأعراف أكثر مما كنا عليه من قبل. وأعتقد بالطبع أن الأمر لا يتعلق فحسب ببعض الوظائف أو بعض الموقف الاقتصادي، ولكن الأمر يتعلق بالموقف الصيني بصفة عامة. إذا ما نظرنا بالطبع أننا نتحدث عن الصين تحديدا وليس عن أي دولة أخرى، ولكن الصين وأقصد الصين تحديدا قد تلعبت في قيمة عملتها في الآونة الأخيرة. لقد تلعبت الصين في قيمتها وتعمدت في قيمة العملة الصينية، وذلك من أجل دعم مصادراتها إلى أسواقنا، وهذا لاحظناه في الآونة الأخيرة، وذلك لاكتساح الأسواق العالمية. وبصورة ربما يستطيع الصينيون ذلك، ربما لا يستطيعون، ولكن أعتقد أنهم يتمتعون بقدر كبير من الذكاء. ولكنهم لا يستطيعون أن يحملوننا على التخلص من آلاف الوظائف لدينا بمنتجاتهم التي تكتح أسواقنا. ولا أعتقد أنهم هم لديهم اختيارا آخر. أنهم لديهم اختيارا آخر. بالطبع وفي وقت قصير من الآن سيتم فرض تعريفات جمركية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي على المنتجات الصينية. Pour Monsieur Macron, vous venez de déclarer avoir créé les conditions d'une rencontre et donc d'un accord entre le président Trump et le président Rouhani. Est-ce que cela veut dire que la France pourrait être, par exemple, médiateur de cette rencontre? Et plus concrètement, de quoi avez-vous discuté au sujet de ce possible accord avec l'Iran? Et puis une question pour Monsieur Trump. Sur les exportations de pétrole iranien. Les termes de la discussion ils sont assez simples. إن الموضوعات التي قمنا بمناقشتها celui qu'on appelle le JCPOA. كانت et cet accord a بسيطة للغاية. فنحن نعم لقد قمنا بدور الوسيط بين الولايات المتحدة وبين إيران. Une période de temps, je simplifie les termes de l'accord, mais jusqu'en 2025. En contrepartie. حتى 2025 سوف نقوم بتوقيع العديد من الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات سوف تعمل على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران. إن المفاوضين الفرنسيين عام 2000 précisément parce que le maximum de garantie لم تكن كافية. ولذلك التزم الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية أن يقوم بعقد وإبرام العديد من الاتفاقيات من أجل إحلال الأمن والسلام في المنطقة. ولكن كان هناك العديد من الخلافات مع إيران positif qui peut être vu de notre point de vue. وعدم إيجاد دور إيجابي. Et donc les conditions pour améliorer. فعال بين الدولتين. Elle conduit à des réactions côté. فلذلك من جانبنا لقد قمنا ببذل العديد من الجهود. On commençait symboliquement à enrichir l'uranium. من أجل إيجاد اتفاقيات. Au moment où nous nous trouvons, quel est l'intérêt que nous devons poursuivre? بين الدولتين.
وبالفعل لقد وجدنا أن الدولتين لديهما استعداد على إيجاد اتفاقيات وعلى إيجاد حلول وعلى إبرام العديد من المعاهدات بينهم والاتفاقيات بينهما من أجل مصلحة المنطقة والعالم أجمع. الرئيس ترامب كان واضحا جدا فيما يطلبه في النقاط التي قام بالتعليق عليها. الجميع لديه طموح من أجل نجاح جميع العلاقات بينهما. من جهة أخرى لقد قمنا كذلك بإقناع إيران فيما يتعلق بهذه النقطة. الجميع اتفق على بذل الجهود الكبيرة، والجميع اتفق كذلك على تخطي العقبات وعلى تخطي العقبات والتحديات التي يمكن أن تواجه الدولتين من أجل إحلال الأمن وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ومن أجل إلى وصول إلى أهداف مشتركة وإلى نجاحات في لدول العالم أجمع ويشعر بها دول العالم أجمع. فرنسا لعبت دور مع جميع الدول، وكذلك كانت وسيط، لعبت دور الوسيط بين أمريكا وبين إيران من أجل إيجاد حلول ومن أجل إيجاد أهداف موحدة ومشتركة بينهما. ولقد وجدنا بالفعل ترحيبا شديدا من كلا الجانبين، سواء من جانب الرئيس الإيراني والرئيس ترامب. ولذلك إنني أشعر أننا ولمسنا جميعا أن هناك تقدم كبير في العلاقات بينهما وكذلك مع ألمانيا ومع جميع القوى العظمى في المنطقة. Iran is a country that is not the same country that it was 2.5 years ago when I came into office. Iran was the number one state. أو كما كانت منذ عامين ونصف العام عندما توليت السلطة منذ عامين ونصف العام. وخلال الأسبوع الأول من تولي سلطتي تحدثت إلى كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بما فيهم كبار الجنرالات عن كثير من المشكلات التي تواجه الأمن الأمريكي من جانب إيران ومن جانب بلاد أخرى. ولكن تم منح الجانب الإيراني أكثر من 150 مليون دولار أمريكي. وأعتقد أن إيران كانت في ذلك الوقت تبدو بلادا قوية لا تطمح في التغيير. وقالوا إنهم لا يطمحون في سلاح نووي هكذا قالوا، لكن وأعتقد أن وأتمنى أن أرى هذا يتحقق. إذا ما كانت الظروف مواتية فإن هذا قد يحدث، ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن نكون لاعبين، ينبغي أن نحسن اللعب ونحسن التصرف. هل تتفهم ما أقول؟ ينبغي أن نكون لاعبين نتسم بالمهارة وأن نحسن اللعب والتعامل مع الموقف. إن الرئيس ماكرون عندما أخبرني إنه يمكننا أن نلتقي ونبحث الأمر، وبالطبع أخبرني الرئيس ماكرون من الذي سيأتي ومن الذي سنبحثه معهم من الجانب الإيراني،
وبالطبع السيد رئيس الوزراء الياباني قال أنهم يعني يشترون النفط الإيراني. بالطبع كان الجميع ممثلون هنا وأعتقد بالطبع، لكن أود أن أقول لك أن الرئيس الفرنسي يتفهم واجباته جيدا وتفهم مهام عمله، ولكن دعني أقول لك أننا إن 150 مليار إنه مقابل 150 مليار دولار تم دفعها لم نحصل على شيء. بالطبع إنه لا يمكن الحصول على اتفاق من دولة ما في هذا الوقت القصير. إن التعامل بين الدول والتوصل إلى اتفاق فيما بينها يستغرق وقتا طويلا. بالطبع إنني أعرف كثيرا من المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في مناطق مختلفة من ضواحي مدينة نيويورك الأمريكية. هم أناس رائعون، ولكن ليس بالضرورة أن يكون المسؤولون الإيرانيون على نفس الدرجة من الروعة. السيد الرئيس ماكرون، هل طلبت إذنا من الرئيس الأمريكي ترامب لدعوة الرئيس الوزراء المسؤول الإيراني ظريف جواد ظريف؟ We are part of JCPOA. إننا signed to remain as a deal. إننا بالطبع جزء من إننا جميعا ننتمي إلى مجموعة السبع الصناعية الكبرى. ونتعامل بصفتنا دولة واحدة. وهناك مساحة للتعامل ومساحة للتحرك في تتمتع بها كل دولة من دولنا. بالطبع إن فرنسا لا تستطيع أن تتحدث نيابة عن دول أخرى. بالطبع لكننا نسعى للحصول على أن أي إجراء نتخذه. بالطبع كان هناك اقتراح من الجانب الإيراني أن يحضر الرئيس الوزراء الإيراني، ولكن وبعد المباحثات التي أجريناها في مساء يوم السبت قلنا أنه يمكننا أن نوافق على مثل هذه الزيارة، ولكن وبعد ذلك بيوم واحد أخبرت الرئيس ترامب بمقدم المسؤول الإيراني جواد ظريف. Not to say this is on behalf of you, of everybody. ليس بالطبع هذا، ولم يكن هذا بالطبع نيابة عن الرئيس الأمريكي. To ask him to go back and try to negotiate something separately. وقلنا إنه سيأتي ونبحث شيئا. إذا الأمر تم، إذا دعوة المسؤول الإيراني تمت كالآتي. قمت بهذا بمفردي، ولكنني أبلغت الرئيس الأمريكي قبل مقدم المسؤول الإيراني بفترة قصيرة. ثم قبل مقدم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بدقائق أبلغت الرئيس الأمريكي، ومن ثم هذا كان بممضرة من فرنسا لكن بممضرة فرنسية. تم دعوة جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني بممضرة فرنسية، ولكنني بالطبع لم أخفي أي معلومات عن الرئيس الأمريكي، بل أبلغته قبل مقدم وزير الخارجية الإيراني حتى يكون على بينة من أمره. بالطبع إن كثيرا من الأمور كان يمكنها أن تحدث، وكان علينا أن ندرسها بصورة جيدة. بحثنا مع الوزير الإيراني إمكانية تصنيع أو إقدام إيران على تصنيع أسلحة نووية، وأخبركم ربما واتفقنا مع الجانب الإيراني من خلال هذه المباحثات أنه يمكننا الإقدام على فعل شيء ما، ربما لا أستطيع الإفصاح عنه الآن، ولكن في بعض مضي من الوقت.
وكثير ومنذ سنوات طويلة كان لي بعض الأصدقاء في مجال بناء المنازل وكانوا يحققون مكاسب هائلة ولكن ليس بالضرورة أن يكون المطور العقاري والذي يقوم ببناء المنازل الغني هو الأكبر سنا فربما يكون فربما يكون الأغنى أو الأكثر مهارة هو الأصغر سنا. دعوني أخبركم شيئا، إن إيران دولة قوية ينبغي أن أعترف بهذا. ينبغي هل ألا تعترفوا ألا تقرون معي أن رجلا إن رجلا إنه إن الصين روسيا وكوريا الجنوبية إن هذه الدول الثلاث هي دول تتمتع كل منها بإمكانيات هائلة. الصين وروسيا وكوريا الجنوبية كل منها تتمتع بإمكانيات هائلة. إن كل من كل هذه الدول تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة وأعتقد أن كل منها لديه إمكانيات اقتصادية ينبغي أن نعمل على الاستفادة منها. وأعتقد أن إيران أيضا من هذه الدول بموقعها الاستراتيجي موقعها الجغرافي الاستراتيجي أعتقد أن الأمر سيسير على ما يرام وأعتقد أنه كلما بحثنا هذه الأمور ستجد أن الأمور مع دول أخرى بما فيها فرنسا بما فيها الرئيس ماكرون علينا أن نفكر في كل هذه الأمور ولكن إنهم مفاوضون رائعون. انظر إنهم مفاوضون رائعون. علينا أن نستغل قدرات الدول الأخرى مثل فرنسا إنهم والدول الأخرى الصديقة إنهم مفاوضون رائعون. ننظر إلى كيفية اقتناص الصفقة النووية مع صفقة نووية مع إيران والمبلغ الذي تم دفعه لها. أود أن أقول هذا with the president this last two and a half days. لقد تحدثت كثيرا مع الرئيس الفرنسي خلال يومي ونصف اليوم الماضية وقد وتحدثنا كثيرا في واحيانا كنت اتحدث عليه على حدة. كل منا كان يحاول ان يحظى باعجاب الاخر وقدراته إنه رئيس ماكرون رجل يتمتع بقدرات هائلة وقد قام بمهمة رائعة في تنظيم اجتماع مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى وأشكره مرة أخرى. شكرا لك سيد ماكرون. Thank you. I will leave the floor in the press conference to President Trump, and I will wait for the end of your own press conference. سأنتظر حتى نهاية مؤتمركم الصحفي. Je ne veux pas faire de délation, Monsieur le Président, mais on a vu votre épouse, la Première Dame, boire un verre de vin français hier. Donc, est-ce que vous pouvez renoncer, vous renoncez à votre menace de sanctionner les vins français? أن تشير إلينا على فيما يتعلق بالضرائب التجارية، هل وجدتم بعض النقاط أو بعض الاتفاقيات فيما يتعلق بهذه النقطة؟ I will wait for the end of this press conference, for the press conference of the presidency. سأستطيع أن أقول مؤكدا أن سيدة أمريكا الأولى قد أعجبت بسيدة فرنسا الأولى أيضا حرم الرئيس ماكرون. I can't believe it. لقد تركني.
ختام المؤتمر الصحفي، كنا نتابع معكم هذا المؤتمر الصحفي ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تعلق للقضايا الشائكة التي كانت مطروحة خلال أعمال قمة مجموعة السبعة الصناعية الكبرى التي عقدت على مدار 3 أيام، وختامها كان اليوم في مدينة بارتيز بفرنسا. الرئيس كان الحديث انصب على الملف على عدد من الملفات، منها قضية التغير المناخي وما والحرائق في غابات الأمازون بالبرازيل، وأيضا الملف الحرب التجارية الأمريكية الصينية. لكن من الواضح أننا سنعود مرة أخرى إلى انعقاد المؤتمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى. وأيضا تحدث الرئيسان الفرنسي والأمريكي عن الملف النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه على استعداد للقاء الرئيس الإيراني روحاني في ظروف مناسبة. من جانبه أشار ماكرون إلى أنه سوف يعقد لقاء قمة ما بين الرئيس الأمريكي والنظيري والرئيس الإيراني خلال الأيام وخلال الفترة المقبلة لنزع فتيل أزمة الملف النووي الإيراني. الأمريكيين من أصول أفريقية ومن أصول إسبانية هي الأدنى منذ فترة طويلة جدا. كل هذه الأرقام والإحصاءات هي رائعة، وهذا ربما يمثل أفضل استطلاع فيما يتعلق على سبيل المثال بمبيعات التجزئة في أمريكا. ونحن نتمنى أن يحصل اتفاق مع الصين، وفي نهاية المطاف نود أن يكون هناك اتفاق مع إيران. متى سيغيرون من سلوكهم؟ لا، الأمر لا يتعلق بالسلوك، هم يريدون اتفاقا، ومن دون الاتفاق هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية على الصين. وهم قالوا البارحة مساء بأنهم يريدون إبرام اتفاق في أجواء هادئة. أعتقد بأن هذا التصريح كان جميلا ورائعا وإيجابيا. نعم، لدي سؤال من جانبي فيما يتعلق بمجموعة السبع في السنة القادمة. في بداية هذا اليوم بعد ذلك سأتقدم بسؤالي. لديك سؤال واحد، تحدثت عن الصين، ماذا قالت الصين تماما فيما يتعلق بالقمة القادمة؟ تحدثت عن ميامي أو دورانت كموقع لاستضافة مجموعة السبعة. ما هي الضمانات التي تعطيها للشعب الأمريكي من أجل استغلال منصبك كرئيس؟ سأقول لك ذلك. فيما يتعلق بالخسائر وفرص العمل التي لم أغتنمها، أنا قمت بخسارة مبالغ تقدر بثلاثة إلى خمسة مليارات من الدولارات منذ تولي منصب الرئاسة. الناس يقولون ما الذي يكلفك، ما الذي تكلفك كل هذه الفرص الضائعة وما هي الأرباح؟ في الواقع ليس لدي هناك أي أرباح. الاتفاقات التي أبرمها هي جيدة بالنسبة لوطننا. ودورال قريبة من ميامي، هي مدينة جميلة جدا وهي موقع جميل جدا والمنطقة جميلة جدا في فلوريدا، وبالتالي نحن على بعد 5 دقائق من ميامي. هناك مطار دولي هو الأكبر في العالم، وبالتالي كل الشخصيات ستصل إلى تلك المنطقة مع مرافقيهم ومع الوفود المرافقة. وقام المعاونون بمعاناة 10 مواقع، ولكن بعض المواقع كانت على بعد ساعة أو ساعتين، وبعض المواقع كانت بعيدة جدا. ولكن بفضل دورال هناك سلسلة من المباني الجميلة جدا. هناك بعض الشاليهات والأجنحة التي من شأنها أن تستقبل وفود من 70 إلى 60 إلى 70 شخصا. هناك مطاعم، هناك مناظر طبيعية جدا جميلة جدا. وبالتالي نحن لسنا بحاجة أن نقوم بكل هذا العمل مسبقا. هنا قاموا بعمل رائع جدا في ميامي. هناك مساحات واسعة من أجل تسهيل الجانب اللوجستي. هناك قاعات جميلة جدا، هي الأجمل في فلوريدا وهي جديدة وأنشئت حديثا. فيما يتعلق بحالتي، أنا لن أربح أي شيء، أنا لا أريد أن أربح أي شيء، هذا الأمر لا يهمني. أنا لا أهتم بخسارة 3 إلى 5 مليارات. في يوم ما سأقوم بالحساب.
ولكن تنظيم قمة السبعة في ميامي هذا الأمر مهم جدا وفي هذا الموقع الجميل الذي ذكرته، وبالتالي كل وفد سيكون له جناحه البنغالو حيث هناك الكثير من الشقق والعمل مع الوفود. أنا بطبيعة الحال الوفود قامت بزيارات في كل البلدان وزاروا مناطق مختلفة في المناطق المختلفة في الولايات المتحدة. المهم ليس أنا، المهم هو نجد الموقع المناسب لعقد هذه القمة. تفضل. شكرا السيد الرئيس. الرئيس ماكرون قال بأنه يريد يتمنى أن يكون هناك لقاء بينك وبين روحاني بعد عدة أسابيع، هل هذا أمر واقعي؟ أنا لا أعرف هذا السيد، ولكن راقبته منذ عدة سنوات، ولكن أعرف بأنه مفاوض محنك، وهو أعتقد بأنه يود مقابلتي لأن إيران تريد أن تحل هذه المشكلة سواء فيما يتعلق بالديون أو في العائدات. الإيرانيون يعانون جدا، فمستوى التضخم هو كبير جدا كما تعرفون في إيران، وهناك الكثير من التقارير المصورة. التضخم صعب جدا، اقتصادهم ينهار في إيران. لا أتمنى لهم ذلك، إنهم رائعون الإيرانيون، ولكن لا يستطيعون، ليس عليهم أن يمتلكوا السلاح النووي. سيكون أمرا جيدا أن نلتقيهم، أن نلتقي. شكرا السيد الرئيس. سؤال آخر أعلق على مداخلة السيد ماكرون، سيكون هناك حاجة إلى تعويض إيران نظرا لكل الانتقادات ضد الاتفاق النووي. هل أنت توافق على مقابلة حصول إيران على أموال؟ كلا، هم لديهم أموال قليلة، هم بحاجة إلى خطوط ما نسميه بخطوط القروض، خطوط مالية، فهذا المال سيتم ضمانتهم من خلال النفط. هم لديهم الكثير من النفط والبترول، وبالتالي هذا الاتفاق يتحدث عن خط للقرض للقروض، وهذه ضمانة، وسيكون هناك أيضا دين ينبغي تسديده. شكرا السيد الرئيس. أنا أعمل في اليابان. نعم، لقد غادرت رئيس وزراء بلادك، إنه رئيس وزراء رائع. نعم، هناك اتفاق رائع جدا للولايات المتحدة واليابان. نعم، جيد بالنسبة لليابان أيضا هذا الاتفاق التجاري. هل سيد الرئيس، هل هل ستتؤكد على البند 239 فيما يتعلق بالصادرات اليابانية باسم الأمن؟ كلا، هذا الأمر لا يعنينا حاليا، نحن سنتعامل مع هذه النقطة بصورة عادلة. كما تعرفون لليابان فائض كبير في تبادلها مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الحالة هناك، هذه الحالة الغبية والحمقاء إذا جاء التعبير في هذه المبادلات. هذه المبادلات هي في الواقع مسيئة جدا بالنسبة لنا، ونحن اليوم نقوم بتغيير ذلك. هذا الاتفاق سيغير هذه المعطيات والبيانات، وهذا أمر جيد بالنسبة لبلدنا. تفضلي. شكرا. أنا لم أعطيك الكلمة لك، ولكن إلى السيدة خلفك، أنت تسألين دائما أسئلة لي. لا تقولين بأنني لا أعطيك إمكانية الكلام. سؤال من بي بي سي نيوز، لماذا تعتقد بأنه من الملائم دعوة روسيا
إلى مجموعة السبعة أي مجموعة الثمانية في الوقت الذي هم انخرطوا في انتخاباتنا وتدخلوا فيها. هذا سيء بالنسبة لك. هذا الأمر لا يهمني على المستوى السياسي. أنا تقدمت إلى الانتخابات وكسبت الانتخابات وأصبحت رئيسا، وفي هذه الانتخابات أنا في طور الفوز بناء على استطلاعات. علي أن أقوم بكل ما يجب. الأمر لا يتعلق بالسياسة. هل هذا إيجابي؟ ربما كلا. هناك الكثير من الأذكياء الذين يقولون ربما بما أن الصين هي قوة، فبالتالي عندما تكون داخل الغرفة أفضل من أن تكون خارج الغرفة. سنرى ذلك. هناك الكثير من الأعضاء في مجموعة السبع يتشاطرون هذه الفكرة. أنا أعتقد بأنه ينبغي نعم لروسيا أن تشارك في المجموعة. أنا هناك الكثير من الأشياء السلبية بين الرئيس بوتين وأوباما، ولا سيما فيما حدث كما تعرفون فيما يتعلق بمنطقة كبيرة جدا ومهمة جدا في الشرق الأوسط. قام بوضع خط أحمر والرئيس أوباما ولم يتخذ أي قرار. لا نستطيع أن نضع خطا أحمر في الرمال وبعد ذلك لا نقوم بأي شيء. وهناك أيضا فيما يتعلق بأوكرانيا، ولا سيما هذا الجزء المهم من أوكرانيا، هذا الجزء الذي تم الاستيلاء عليها من أوباما، لم يأخذ هذا الجزء من الرئيس ترامب ولكن من الرئيس أوباما. الرئيس أوباما لم يكن سعيدا وكان منزعجا، وأراد آنذاك أن يبعد آنذاك روسيا من مجموعة الثمانية، ولكن بوتين كان أذكى من الرئيس أوباما. نعم كان الرئيس أوباما بوتين أكثر حنكة من الرئيس أوباما. أنا أفهم مشاعر الامتعاض التي شعر بها أوباما، ولكن أنا أهتم ببلدي، أهتم بالعالم فيما يتعلق بمجموعة السبعة ومجموعة الثمانية. أعتقد بأنه من المفضل أن تكون روسيا تحت الخيمة بدل أن تكون خارج الخيمة. هل هذا توجه سياسي شعبي؟ كلا، لا أعرف، ولكن أنا لا أقوم بأي شيء لأسباب ودوافع سياسية. ربما تبتسمين لذلك. أنا دائما أبحث ما هو عادل، والناس يقدرون عملي لأنهم يبحثون عما هو عادل. لو أنني فقط عملت فقط لأسباب سياسية وحسب الاستطلاعات فهذا الأمر سيكون مختلفا. أعمل من أجل أمن العالم ومن أجل الاقتصاد العالمي، وهم يقومون ببناء خط الغاز في أوروبا. لدي علاقة جيدة مع أنجيلا ميركل. بلدك ألمانيا، أنت تعطينا الملايين من الدولارات إلى روسيا ونحن ندافع عنكم. هذا الأمر غير ممكن. ولكن ذكرت بأن روسيا كانت أذكى من الرئيس أوباما، ولماذا تم استبعاد بوتين؟ لأنهم قاموا بإلحاق شبه جزيرة القرم. هذا الأمر تم عندما كان أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. لو تم ذلك أثناء ولايتي أنا كنت اعتذرت لذلك. الرئيس أوباما كان يساعد أوكرانيا، ولكن أثناء ولاية أوباما قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم، وهذه منطقة مهمة جدا، وقامت بروسيا بوضع غواصاتها في تلك المنطقة، وهذه الغواصات هي مهمة جدا، هي قوية ولكن ليست بقدر قوة غواصاتنا بطبيعة الحال. والرئيس أوباما في الواقع ضحك عليه إذا جاء التعبير، كان ساذجا، وكان بإمكانه أن يمنع الرئيس الروسي، ولكن الرئيس أوباما لم يستطع منعه، وهذا أمر محزن. بالنسبة لمجموعة السبع سيكون هناك مدعوون وأن كانوا من خارج المجموعة. هل لديكم نية في دعوة بوتين؟ بالتالي لا أعرف إذا كان سيوافق. هو جزء من مجموعة الثمانية وفي الوقت نفسه لم يعد جزءا من هذه المجموعة. إن قمت بدعوته كيف سأقوم بذلك؟ هل إن جاء هذا الأمر سيكون صعبا بالنسبة له؟ في الماضي كان هناك مجموعة الثمانية، نحن الآن في مجموعة السبعة. لا نستطيع أن نقدم دعوة
لشخص تم إبعاده من الرئيس أوباما. الأمر لا يتعلق فقط بشبه جزيرة القرم. هو تحدث أيضا رئيس أوباما عن خط أحمر، ولكن رسم خط الأحمر على الرمال، وتم قتل كثير من الأطفال بالغاز الكيميائي. هذا كان أمرا فظيعا، ولكن أنا جئت إلى هذا المنصب لاحقا وقمت بالكثير من الأعمال. تفضل، هل تستطيع أن تفهمنا الجدول الزمني المتعلق بعلاقاتكم مع الصين ودعوة الصين أو الاتصال الهاتفي مع الصين؟ متى كان هذا الاتصال؟ كان هناك اتصالات كثيرة في السنوات الماضية، وفي اليومين الماضيين كان هناك كثير من الاتصالات الهاتفية. لم يكن اتصال هاتفي واحد. هم يريدون إبرام اتفاق، الصينيون يريدون إبرام الاتفاق، الصينيون يقولون، هم الصينيون لا يقولون ذلك. نائب الرئيس الصيني، أي ليس هناك أي شخص أعلى منه، اللهم الرئيس. نائب الرئيس الصيني قام بتصريح، هذا التصريح يشير بأنه يود أن يتم إبرام اتفاق. هذا كل شيء أنت تقول لا نستطيع، ولكن هو من قام بهذا التصريح، لست أنا من تقدم بهذا التصريح. ولكن هناك اتصالات هاتفية، نعم كان هناك اتصالات هاتفية كثيرة، نعم. نعم، ليس فقط مع ستيف اتصالات هاتفية، ولكن مع مسؤولين آخرين. علينا أن نفهم، الصين تريد أن تبرم اتفاقا، يجب أن يكون هذا الاتفاق جيدا بالنسبة لنا. لذلك أنا أقول للرئيس شي جين بينغ، أنا أحترمه كثيرا وأوده كثيرا، هو رجل قوي وهو رجل رائع وإنسان رائع، ولكن أقول بكل صرامة، أنت تبدأ بمستوى عال جدا وتربح 500 مليار سنويا وتقوم الملكية الفكرية. نحن في الأرضية، هم في الأعلى في السقف ونحن في الأرضية. علينا أن نصل إلى مستوى منتصف 50-50%. أنا أريد التعامل، على أن ننسى الرسوم الجمركية. نحن نكسب الكثير من الأموال، لا أريد أن أقوم بالأعمال. عندما أنا أرفع وهو يرفع، فبالتالي هذه المزايدة لن تتوقف. علينا أن نصل إلى توازن في التبادلات التجارية إلى حد ما، وأنا ذاك هم لم يكونوا مستعدين لذلك، وإن لم يكونوا مستعدين لذلك لن يكون هناك اتفاق، ولكن يريدون أن يصلوا إلى اتفاق. فيما يتعلق بالاتصالات الهاتفية، أن وزير الخزينة ومسؤولين آخرين يقومون باتصالات، كانت هناك الكثير من الاتصالات. الصينيون يريدون إبرام اتفاق، وبالتالي سنقوم بإبرام هذا الاتفاق. السيد الرئيس، أريد أن أطرح عليك أسئلة فيما يتعلق باستراتيجيتك الصينية. الرئيس الصين الفرنسي تحدث عن زعزعات استقرار السوق. أنت تتحدث عن زعزعات الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي؟ المشكلة هي تغيرات المواقف المتغيرة لك. ونعم، أنا من جانبي كرئيس هكذا أتفاوض، ولكن فيما يتعلق باستراتيجيتك يا سيد الرئيس، مرة تقول بأن سيد جنشي هو بلد عدو، ومرة تقول بأنه رئيس رائع. أنا أعمل هكذا، أنا على قناعة بأن الوضع هي كالتالي. الناس يطلبون مني أن أقوم بإبرام اتفاق. أنت ليس لديك هذه القوة. إن لم يكن لدي المرء الجرأة والشجاعة والجأش، لا تستطيع أن تتفاوض. هذا مشاهدينا جانب من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتواصل حاليا في بياريتس في ختام قمة مجموعة السبع. أعود إليك عبد الله العلي، لعل أبرز إعلان في هذه في هذا المساء، يعني في ختام قمة مجموعة السبع، ينبغي على الرئيس أوباما وقف ذلك، ومن قبل كلينتون وغيرهم ودبليو بوش. الآن أنا أقوم بهذا الأمر، وكذلك مع كوريا الشمالية كان لابد من فعل شيء إزاء هذا الملف منذ فترة طويلة. أنا أقوم بأشياء لا يجدر بأن أقوم بها، بل كان على الرؤساء السابقين فعلها بدلا مني.
Beth Rigby, Sky News. President Trump, you met on Sky News. قابلتم رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأمس وقلتم بأنه هو الرجل المناسب لأداء عمل البريكزيت. هل تعتقدون أن تريزا ماي كانت الشخص الخاطئ وأن بوريس جونسون سوف يتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل حلول 31 من أكتوبر؟ تريزا ماي كان بمقدورها فعل ذلك وقدمت لها أفكاري بهذا الخصوص ولكنها اختارت أن تقوم بفعل الأمور بطريقتها الخاصة وهي امرأة جيدة وأعتقد أن بوريس جونسون سوف يكون رئيس وزراء عظيم فنحن علاقتنا طيبة وأمضينا يومين ونصف اليوم وكنت أنتظره ليصبح رئيس وزراء لستة سنوات وقلت له لماذا سارق الأمر فترة طويلة لاعتلائك سدة السلطة فهو رجل ذكي وقوي ومتحمس وكذلك يكون حبا كبيرا لبلادكم بي بي سي نيوز بوريس جونسون حريص حول اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وهناك منتقدين وقد يكون هناك منتقدين أحدهم قد يقول أن هذا الأمر قللني أفلح كلا أنني أحب المملكة المتحدة ولدي عقارات هناك وأمتلك في أيضا ممتلكات في إيرلندا وأكون صريحا معكم أعتقد أن السيد جونسون سوف يبلي بلاء عظيما وهناك سمات وخصائص تميز رئيس الوزراء النابغ عن غيره لقد أمضيتم بضعة أيام مع الرئيس ماكرون بعد البريكزيت مع من سوف تكون علاقتكم أكثر قربا مع ماكرون رئيس فرنسا أم مع السيد جونسون أعتقد أن فرنسا هي دولة عظيمة وتشهد جملة من التغييرات والأشياء التي كانت تحدث في الآونة الأخيرة وأرى أن المواطنين الفرنسيين قد يخالفون الرئيس الفرنسي في نواحي كثيرة لكن عليه أن يفعل ما هو يقوم به وهو يبلي بلاء حسنا وأدرك مدى الصعوبات التي كانت قد واجهته وما من رئيس قد